بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه وفي السنة مرة الصورة وبنستنى من انت واحنا نحسب لك ونوضع لك ونرتب لك اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا رمضان جانا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده عربيه الفول، طبعا من تجهيزات بقى بتاعه رمضان والديكورات بتاعه رمضان. طلبتوها مني، يا رب ان شاء الله ما اعملها تعجبكم. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تدوسي عليه لايك. احنا هنحتاج دلوقتي معانا شويه حاجات كده بسيطه جدا موجوده في عندنا يعني في كل بيت وكده، وحاجات يعني ممكن ان انت اصلا تكوني بترميها. هنعمل بيها النهارده ان شاء الله عربيه الفول. اول حاجه هبقى محتاجه الهيكل، اللي هو مثلا اي علبه كرتون عندك بتاعت اي حاجه تكون يعني الحجم ده. وكمان هيبقى معايا قماش ممكن مثلا نص متر، نحتاج نص متر، او حتى القصاقيص. يعني عندي دي كده شويه قصاقيص هستخدمهم في عربيه الفول دي، مش محتاجه يعني قماش كتير. ومعايا الاعواد اللي هي بتاعت شيش طاووق، ومعايا سدهيتين يكونوا قدام عندك وممكن تستبدليهم بكرتون مدور، ومعايا ورقه كده من الفويل. وهنا دي علبه تونه قديمه خلصت يعني غسلتها ونضفتها وهنستخدمها. وكمان دول هيبقوا العجل، هيتحط هنا كده على السديهات، يعني دي العجله الكبيره ودي عليها كده من بره. دي غطا بتاع علبه لبن برضو، اي غطا عندك. اما بقى قدره الفول انا قطعتها خلاص، هتبقى ازازه حاجه ساقعه. هنقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، هنبقى محتاجين الجزء اللي فوق عشان نثبته على اللي هي علبه التونه دي كده اهو، هيبقى بالشكل ده. لو ما عندكيش علبه التونه ممكن تستبدليها بالازازه من تحت القاعده بتاعتها وتعملي كده اهو بالطريقه دي برضو هتنفع. وطبعا هيبقى محتاجين معانا مسدس الشمع، يعني علبه التونه او قاعده ازازه البيبسي تنفع في الايه في قدره الفول دي. وشويه غطيان تانيه كده صغيره عشان نعمل بيها الاطباق، هطلعها برضو دلوقتي. دلوقتي اول حاجه هعملها معايا عشان تلحق تنشف، انا هجيب علبه التونه وهجيب الازازه وهجيب السديهات بتاعتي، لا دول لا، هجيب السديهات كمان وبقيه الغطيان تانية بتاعت علبه الفول، وهرشها بالسبراي الذهبي. هوريكم السبراي اللي انا بستخدمه ايه. وبعدين هسيبهم ينشفوا، وفي اثناء ما هما بينشفوا احنا طبعا هنغلف بقى الكرتونه بتاعتنا عشان كل حاجه كده تبقى ورا بعضها وما نضيعش وقت. هي دي السبراي اللي انا بستخدمه، هو ده اللون الذهبي اللي انا هستخدمه، هرش بيه الحاجات زي ما قلت لكم كده. وكمان الاعواد برضو هتبقى ذهبي. وبعدين بعد ما ارشهم هنرجع بقى اوريكم هنعمل العلبه ازاي. دلوقتي انا هبتدي ان انا كده اغلف الهيكل بتاع عربيه الفول بالقماش. انا قطعت شرايط كده على قد المقاس بتاع ايه عرض العلبه بتاعتي، وهبتدي ان انا اشتغل كده اهو بمسدس الشمع، هحطه وهلزق القماش ده كده على الجناب بتاعه العربيه. انا سبت الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت، اللي تحت بتاع مش محتاجينه، اللي فوق ده انا هعمل كده، هجيب حته ورقه من الفويل واحطها، ودي كده كانها يعني الجزء اللي فوق كده بتاع عربيه الفول تبقى كانها استانلس كده. حطينا ورقه الفويل وهنظبطها، هلزقها طبعا بمسدس الشمع عشان تبقى ماسكه كويس. وهنا اهو قبل ما احط ورقه الفويل هجيب عصايه الشيش طاووق دي، وهجي كده من الاربع اركان وهروح عامله
زي فتحة صغيرة. دلوقتي بعد ما حطيت قطعة الورقة الفويل كده على الوش، شكلها كأنها يعني الجزء اللي هو الاستانلس، وكمان خرمت 4 أخرام هنا اهو عشان احنا هنعمل قبة كده للعربية، وهيبقى محتاجين 4 من أعواد الشيش طاووق دي. هنعمل بقى، هنكتب هنا رمضان كريم، نلزقهم جنب بعض. دول الكلمات دي انا كنت مفرغاهم معاكم في الفيديو اللي هو بتاع الفانوس اللي كنت عاملاه بورقة الأشعة، كنت طبعا مفرغة، فبقى الجزء اللي جوه اللي انا نفسه اللي انا كنت مفرغاه من الورق الفوم، فطبعا ما رميتهوش خليته. كنت عاملة بأحمر وكنت عاملة بذهبي، هحط قطعة كده يعني لون مخالف، الكلمة بالأحمر واللون بالذهبي وهكذا. وبرضه انا وريتكم فيه ازاي كتبت الكلمة دي وشفها من على جوجل يعني وكده، اللي حابب يشوف الطريقة هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف عشان تشوفوا الفانوس وتشوفوا طريقة ازاي لو حابة تشفي كلمة مثلا من على جوجل او حاجة. ابتدي الزقهم، هلزق الكلمة دي على ورقة الفوم وهلزق الكلمة دي على ورقة الفوم، وبعدين هنلزقهم هنا في جنب العربية بتاعتنا كده. دلوقتي ده كل الحاجات بتاعتي اللي انا لو انتهى بالذهبي. بعد ما خلصت هبتدي ان انا الزق الازازه في علبه التونه كده اهو، ومايلها شويه عشان تبان ان هي قدره الفول. دي كده شكلها، احنا طبعا عربيه الفول هتبقى بالشكل ده كده اهو. نبتدي الاول نعمل العجل بتاعها، وبعد كده نبقى نعمل نحط عربيه بتاعه الفول نفسها القدره. انا هلزق دي هنا كده، انا كنت قصدي ان انا اسيب دي لونها احمر علشان يبقى برضو لايق مع العربيه. اما العصايتين الخشب دول هيبقوا ايد العربيه، وهندخلهم بالعرض هنا اهو كده من ورا. بس الاول نبتدي نلزق العجله، نجيب بقى العربيه كده ونبتدي ان احنا نثبت العجله بتاعتنا بالطريقه دي كده، الاتنين هيبقوا في نفس المستوى بالطريقه دي كده. بعدين هنجيب بقى العصيان بتاعتنا دي وهنفتح كده فتحه صغيره بالسكينه عشان نعرف ندخل الايدين. انا فتحت فتحتين في الكرتون ودخلت الاتنين كده. دي كانت عصيان اللي هي بتاعت خافض اللسان اللي كنا عملنا بيها العياشه، وممكن كمان الاعواد بتاعت الايس كريم تنفع برضو. هنثبتها كده حاجه بسيطه بالشمع عشان بس ما تتحركش معانا. دلوقتي طبعا بعد ما لزقت الازازه في علبه التونه، هبتدي ان انا الزق الاتنين في بعض كده والزقهم على العربيه بتاعتي. نحط كميه شمع كويسه، وكمان ورقه الفويل دي انا لزقتها برضو بالشمع على الكرتونه عشان خاطر برضو ما تفكش. وطيان بقى صغيره كانها يعني اطباق برضو هنلزقها جنب القدره. وهجيب اعواد الشيش طاووق، لزقت دخلت 4 من كل جنب في العلبه بتاعتي. وبعدين هجيب عود كمان من اعواد الشيش طاووق، هقطعه كده نصين بالمقص، وبعدين هبتدي ان انا اعمل الكبشه. ده كده الجزء الاول بيبقى قدام بتاع كبشه الفول. هجيب قطعه من الفويل وهتنيها كده 4 أرباع، وهبتدي ان انا الفها حوالين صباعي، ودي هتبقى الجزء اللي قدام يعني زي ما بقول لكم. هندخلها كده ونشيل الاطراف بتاعتها يعني نظبطها وندخلها لجوه، وهنبتدي نلزق الكبشه دي في طبعا في العود نفسه برده بالشمع. وبعد كده طبعا ال4 أركان بتاعه التنده ركبتهم كده. طبعا تقدري تطوليها وتقصريها، بس طبعا يستحسن ان انت تطوليها عشان خاطر ايد التليفون نفسها تبان معاكي. وهنجيب قطعه من قماش الخياميه تكون يعني مساحتها او مقاسها مناسب عشان تتحط فوق كده على التنده. وبعدين هنبتدي نحط من الشمع عشان خاطر نلزق التنده بتاعتنا في الاعواد نفسها كده اهو بالطريقه دي كده. انا جيت هنا بعد ما خلصتها عملت تفاصيل كده بسيطه برضو حبيت اقول لكم عليها. من تحت كده حطيت يعني غطيين كده بتوع ازازه بيبسي صغيرين علشان خاطر يظبطوا معايا برضو العربيه ما تبقاش مايله لقدام قوي. وكمان التندة عملتها كده مشرشره، حسيت كده شكلها هيدي شكل احلى يعني هيبقى شكلها احلى. وشويه فول بقى كده يعني زينه، وحطيت
الكبشة بتاعة الفول هنا جنب القدرة بتاعة الفول. وده كده شكل النهائي للعربية بتاعة الفول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتكون العربية عجبتكم وتنفذوها كده وتقولوا لي انها عجبتكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايك على الفيديو، وكمان اشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.